غياب صلاح وهالاند وبالمر عن التسجيل، هقول لك تعمل ايه قبل الجولة الثامنة. بس ما تنسوش تشتركوا معانا في ليج يلا كورة، الكود هيظهر قدامكم وخلونا نلعب مع بعض. خلينا متفقين ان الكلين شيت هيبقى صعب على الحراس والمدافعين، وكل الفرق دلوقتي بتسجل في بعض، فانت كل اللي عليك انك تختار حارس مرمى يكون عنده جدول ماتشات كويس ومدافع بيساهم هجوميا بشكل كبير. نبدا بالحراس، مش هتلاقي احسن من ايدرسون حارس مرمى السيتي، جاب لحد دلوقتي 21 نقطه وطالع بواحد كلين شيت. الماتش الجاي هيلعب ولفرهامبتون، فخليه في تشكيلتك لو مش معاك. لو عايز مدافع مش هتلاقي احسن من ايت نوري، الجوله اللي فاتت قدام برينفورد مسجل جون وعامل اسيست وجاب لحد دلوقتي 22 نقطه. هيلاعب السيتي الجوله اللي جايه وبعد كده جدول ماتشاته هيبقى عنب، في لعيبه معاك لازم تكمل لاخر الموسم زي كول بالمر كده، الجوله السادسه طلع نار من بقه وسجل سوبر هاتريك وكمان في شوط واحد. جه في الجوله السابعه قدام نوتنجهام خد انذار وعمل اسيست، بس لو كول بالمر مش في فريقك فانت خسران كتير. بالمر هو اكتر لاعب مساهمه في الاهداف في الدوري الانجليزي، مسجل 6 اهداف وعامل 5 اسيست. هيلاعب ليفربول الجوله الجايه وعنده جدول ماتشات صعب، ولكن ده كول بالمر. في اتنين برده مكملين معانا وهم روجرز وواتكنز. استون فيلا لعبوا الجوله السادسه ابسويتش تاون، واتكنز سجل جول وعمل اسيست لروجرز. الاثنين بيلعبوا بصفه اساسيه وبيشاركوا تقريبا في كل الهجمات. روجرز سعره 5 مليون بوينت 3 مسجل جول وعامل 2 اسيست، واتكنز سعره 9 مليون بوينت 1 ومسجل 4 وعامل 2 اسيست. في الجوله السابعه الاثنين ما كانوش قدام اليونايتد احسن حاجه، ولكن دايما خليهم في فريقك ومش هتندم. في لاعب تاني هيبقى خطر الفتره الجايه وينفع تراهن عليه، وهو ميبيومو اللي مسجل 6 اهداف من 7 جولات وجايب لحد دلوقتي 51 نقطه وسعره 7 مليون بوينت 5. عنده جدول ماتشات حلو وكمان ممكن يبقى خيار كويس جدا للكابتن، لان عنده استمراريه رهيبه ومحدش واخد باله منه. في حريف بقى رجع يلعب تاني وهو فيل فودن اللي سجل قدام بريتسلافا في دوري الابطال، ولكن جه قدام فولهام في الدوري ما قدمش المستوى اللي الناس كانت مستنيه منه، ولكن خلي بالك فيل فودن ده كان الموسم اللي فات احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهيكمل على الفورمه دي، انت بس اصبر عليه شويه علشان كده كده جوارديولا هيعتمد عليه الفتره الجايه، فخليه في حساباتك. تكابتن مين الجوله الجايه؟ عندك كذا اوبشن الجوله دي، هالاند هيلاعب ولفرهامبتون وميبيومو هيلاعب مانشستر يونايتد اللي بقى اي حد يسجل فيه، وممكن تفكر في صلاح قدام تشيلسي، فاي حد من دول متوقع انه يسجل الجوله الجايه. حابب افكركم ان احنا عاملين ليج باسم يلا كوره، الكود بتاعه هيظهر قدامكم وخلونا نلعب مع بعض. هنقول لكم مع بعض المتصدرين في ليج يلا كوره. في المركز الاول علاء جايب 538 نقطه، في المركز الثاني والثالث احمد فتحي ومصطفى علي الاثنين جايبين 529 نقطه. ودي كانت حلقتنا النهارده من فانتازي يلا كوره، استنونا في الحلقات الجايه.